السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم راح أشرح كيف طريقة تنظيف البلاي ستيشن. طبعا أنا اشتريت عدة، العدة هذه تقريبا سعرها ب 45 درهم أو 50 درهم، فراح نشرح الطريقة إن شاء الله السنوات الجاية. طبعا ناخذ ال T8، والT8 هذا خاص حق البلاي ستيشن عشان تفتح البلاي ستيشن. طبعا أول شيء نفتح الكفر اللي فوق، عملية سحب، وطبعا في برغيين موجودين في البلاي ستيشن، نفتحهم بال T8 مثل ما تشوفون. هذا البرغي الأول وهذا البرغي الثاني، وبعدين في 4 استيكرات خلف البلاي ستيشن راح نشيلهم ونحصل تحتهم 4 براغي. طبعا نشيلهم بآلة وبأداة حادة شوي. مثل ما تشوفون الحين في 4 براغي تحت الاستيكرات راح نفتحهم ب T8. طبعا راح يفتح معانا الكور، وراح نفتح اول شيء بالطرف اليسار بعدين من الطرف اليمين. شوف معاي طريقة. طبعا اهم شيء انه ما ينكسر، راح نفتح من طرف اليسار وهذا طرف اليمين، وراح نعمل عملية سحب للأعلى علشان ما ينكسر معانا الكور. طبعا هذا بطلنا الكور، والحين بنشوف الغطاء اللي هو الغطاء السفلي. راح نرفع البلاي ستيشن من الطرفين وبعدين من الوسط. طبعا نشوف الغبار كيف في البلاي ستيشن. أول مرة أنا أفتح البلاي ستيشن، وطبعا طريقة سهلة. شوفوا كيف الغبار في المروحة اللي هو مروحة البلاي ستيشن. الحين راح نبطل الباور سبلاي، وفي 3 براغي T8 برغيين اللي هو بلس، فراح نفتح الحين T8 اللي هنا 3 براغي، وراح نفتح اللي هو براغي البلس. طبعا البراغي هذه الحين راح تشوفونها طويلة جدا مثل ما تشوفون. الحين راح نرفع الباور سبلاي، بس اهم شيء الويرات اللي فوق هذه ما تنقطع عن البلاي ستيشن او عن الفيشة نفسها، فراح نفتح الواير هذا او نسحب عملية سحب بسيطة جدا مثل ما تشوفون. شوف الغبار اللي داخل الباور سبلاي، شوف الوسخ، شوف الأشياء، يعني هاي قبل التنظيف. والحين راح ننظف البلاي ستيشن، طريقة سهلة جدا وأدوات سهلة. وهذه الأدوات طبعا، هذا عندنا بلو أوف، وبلو أوف هذا خاصا حق أو مخصوص حق الإلكترونيات فقط. وناخذ الوايبس وأداة تنفخ أو استشوار أو أي شيء يعني. فللأسف أنا ما عندي البلو أوف، أوريدي مخلص. فراح يستخدم WD-40 اللي هو
خاص للحديد، لأنه عادي يذوب البورد أو يخرب البورد أو الإلكترونيات. يعني عملية التنظيف طريقة سهلة جدا، مش محتاج لها وقت، ممكن 10 دقايق تنظيف البلاي ستيشن كاملة زي ما تشوفون. عملية النفخ، نطلع الغبار، نخفف الغبار شوي، والحين نستخدم الديتول الوايبس ونمسح على الكورات الداخلية للبلاي ستيشن والأجزاء الداخلية للبلاي ستيشن. طبعا نبعد اللي هو القطن هذا عشان الأماكن الصعبة، لأنه صعب نوصلها حتى المروحة. والحين مثل ما تشوفون التنظيف البلاي ستيشن سهل جدا، يوقف قبل وبعد. حط لكم الصورة بعد هذا الفيديو. شوفوا النظافة كيف. هذه البلاي ستيشن بعد عملية التنظيف. وهذه المروحة بعد عملية التنظيف. الحين راح نركب أجزاء البلاي ستيشن. طبعا أول شيء بنركب الباور سبلاي، بنركب الكيبل ونركب الباور سبلاي مغطي الكهرباء، والحين نركب البراغي البلس 2، هذا الأول طبعا مثل ما تشوفون، وهذا الثاني. راح نركب الحين براغي اللي هي T8، الحين لازم نركب طبعا الكور السفلي. طبعا طريقة التركيب، راح نجلب البلاي ستيشن داخل الكور، لأن المروحة بتكون تحت البلاي ستيشن مش فوق. هذه الطريقة راح ننزلها تنزيل عادي بدون ما نضغط. الحين راح نركب الكور الكبير، وراح نركب من الطرف اليمين وبعدين اليسار. هذا الطرف اليمين راح اركبه بعدين اليسار. طبعا ركب معانا كور، وراح نرجع البراغي الأربعة اللي بطلناها من خلف البلاي ستيشن. راح نشد البراغي الحين زي ما تشوفون عملية تركيب البراغي، وبعدين راح نرجع البراغيين اللي داخل أو الكور الصغير داخل البلاي ستيشن. وهذا الكور اللي هو أول كور بطلناه، واستمتعوا.
إذا في أي سؤال اتواصلوا معي على السناب اللي قدامك، وإن شاء الله راح أنزل أشياء ثانية بخصوص الإلكترونيات بشكل عام وينال إعجابكم. شكرا.